اعتبرت أنه من الضرورة أن تكون تقيم علاقات جيدة مع إيران، ولذلك وفي هذا المؤتمر بالذات يقول بديت أجتمع بممثلين إيرانيين يعني، وهذه الاجتماعات أدت إلى نتائج مهمة. هو يقول أنه هذه النتائج كانت مهمة، اجتماعاتي مع ظريف ومع ممثل إيران في تحالف الشمال، ويعني أظهر هنا للمشاهد نص من النصوص التي وردت في هذا الكتاب. يقول زلمي خليل زادة في كتابه السفير: عقدنا اجتماعات مع دبلوماسيين إيرانيين قبل الحرب لمناقشة مستقبل العراق، وكان يرأس الجانب الإيراني ظريف سفير إيران في الأمم المتحدة آنذاك. وفي الاجتماعين اللذين عقدناهما قبل الحرب أخبرت ظريف أن الولايات المتحدة تنوي إسقاط صدام، وقلت له أننا نتوقع تعاوناً من إيران في مجالات محددة، أحدها التزام إيران بعدم إطلاق النار على الطائرات الأمريكية إذا حلقت عن غير قصد فوق الأراضي الإيرانية في حال تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً في العراق، فوافق ظريف على ذلك. هذا النص الذي ذكرناه الآن أود أن أكمله بما يتعلق بماذا تم الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول موضوع غزو العراق. زين، يقول زلماي خليل زاد: في الاجتماعين اللذين عقدناهما قبل الحرب أخبرت ظريف أن الولايات المتحدة تنوي إسقاط نظام صدام وإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية وتأسيس حكومة ديمقراطية تكون على سلام مع جيرانها، وكنا نأمل أيضا أن تحث إيران الشيعة العراقيين على المشاركة البناءة في إنشاء حكومة جديدة في العراق. فرد ظريف اللي هو ممثل إيران في التحالف الشمال: أولا أن إيران تريد تشكيل حكومة عراقية في المنفى بأسرع وقت ممكن، كما أشار إلى ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية العراقية من الأساس لعدم إمكانية إصلاحها، وكان يؤيد إجراء عملية اجتثاث عميقة لحزب البعث. هذا ما كتبه زلماي في مذكراته وفي لقاءاته.